مرحبا بكم في ايزي كويزين. اليوم وصفتنا ان شاء الله باش تكون عصير بالبنجر او شمندر نقولوا له كما نقولوا احنا بتراب. هذا هو العصير متاعنا الصحي اليوم. باش نعملوه بالبرتقال وبالفراوله. قبل ما نبدا الوصفه نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو. بسم الله.